يا طه. ايه يا ولد؟ تستخبى مني ولا ايه؟ مرت عمي عامله ايه؟ ايه واد عامله ولا ايه؟ عامله ايه بس؟ اسال روحك. انت تعرف عنك ده برضو؟ انا لا اعرفه عنك وعن تربيه الحاج صالح والحاجه صالحه ليك انك واد ابن حلال ومتربي ببيت ناس اصله، بس طلع كل اللي فاكراه غلط. ليه بس يا مرت عمي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك طلعت تربيه شوارع، العيال اللي واقفين على النواصي دول احسن منك. ليه الغلط بس ده؟ الغلط بيجي من اللي بيغلطه، وانت غلطت وغلط كبير. غلطت في الناس اللي بيتقال عليهم اهل بيتك. انا ما عملتش حاجه. انك تلوف على صفيه وتعشمها ده مش حاجه؟ انك تضايق اختها اللي بتحب اخوك وهما في اللفه ده مش حاجه؟ انك توجع بين اختين ما لهمش غير بعض ده مش حاجه؟ قسما عظما يا طه، لو هوبت ناحيه بناتي تاني لا تكون فضيحتك بجلاجل، مش في وسط امك واخواتك بس، لا في وسط البلد كلها. ماشي ماشي. وانت ايه اللي مزعلك بس يا جليل؟ اللي مزعلني ان بعد كلامي معاه قلبي حاسس انه هيعمل مشكله. ولا داني وعزه جلاله الله، لو واحدة غيرك اللي جاية تقول الكلام ده لكنت طلعتها بره. أنا مصدومة في ولدي. وأنا أكتر منك. دي كانت غلاوته من غلاوة منصور. معرفاش أقول لك إيه. وش منك في الأرض. حقك علي، مسحيها في راسي أنا يا خالتي. سايقة عليك النبي. ما في مخلوق في البلد يعرف بالمشاكل اللي بتحصل دي. خليكي عاقلة يا جليلة، طول عمرنا بيت واحد. ما حيفرقوناش عيال على اخر الزمن. ما تقلقيش يا صالح، سمعه عيالك من سمعه عيالي. اهم حاجه انه يبعد عن بناتي حتى لو شافكوا بصدفه، احنا مستغنين عن سلامه. طيب يا ولد صالح، مريتك يا طه والله لربيك من اول وجديد. والله يا فندم ما هنخلص من وجع الدماغ ده. الحرب اللي بين زين وهتلر شكلها كده عمرها ما هتخلص. بس أنا عندي إحساس إن زين مش هيسيب هتلر وابنه إلا لما يسجنهم. أو هتلر يخلص من زين. هتلر ده مش سهل. أنا ابتديت أخاف على زين فعلا يا زياد. طب يا فندم أنا عندي اقتراح. إيه قول. زين يتنقل. يتنقل؟ ومش من مركز بس، من قنا كلها. عارف لو أخوك خد خبر بالكلام اللي أنت بتقوله ده هيعمل معاك إيه؟ ياما ما يعرف. هو انا قتلت قتيل؟ انا حبيت. ناسي جيادك دي ايه؟ ما لقيتش غير البنت اللي روحها متعلقه في اخوك عشان تحبها؟ محدش بيختار اللي بيحبه ياما. هو انت فكرك ان ليلى اللي بتعشق اخوك ممكن تبص لك ولا تبص لغيرك؟ اللي حصل هو ايه؟ حكم جرجوش؟ اللي حصل ده ممكن يهد 20 سنين، يهد بيوت كانت مفتحه على بعضها. خلاص ياما، غلطت وخلاص. اللي انت عايزاه انا هعمله. تبعد عنهم خالص، حتى صفية تنساها، ومن النهاردة تعتبر بنات عمك دول متحرمين عليك. سامع ولا لا؟ سامع. طه يا طه. ايه يا طه مش هتسلم علي؟ هو انت بعد الرسالة اللي بعتها لك دي عايزاني اسلم عليكي؟ ما انا جايلك اني مش عايز اعرفك تاني. والله هي اللي سمعتني. أختي قالت لي إنك أنت اللي قلتي لها. لا يا طه، أنت فاهم غلط. هي سمعتني وبعدين قررتني. قررتك قلتي لها مش عايزة أعرفك تاني يا صفية. ما أقدرش يا طه. ده أنا موت نفسي أحسن. ده أنت سلامك علي واللي ردك علي في التليفون بعيش عليها أيام. أنت مش عارف أنت عندي إيه. حرام عليك. ما هو باين. حقك علي. حتى لو ما عملتش حاجة تزعلك، ورحمة الغالين أبويا وأبوك، ما تزعل. خلاص، بس لو فتحتي مع عمك الموضوع ده تاني انسي إن ليكي والد عم اسمه طه. حاضر، مش هفتح خشم تاني. هنشوفه. طب ما فيش كلمة حلوة ليه؟ يا بنت ما أنا جايلك اللي فيها. ما تفكر، والله هخليك أسعد راجل في البلد كلها. تاني يا صفية، تاني. طب أقول لك حاجة؟ جربني. لو ما سمعتش كلامك أو ضايقتك سيبني، والله هخليك تحبني.
هجيب لك صوابع العشرة شمعة عشان تبقى مبسوط. احلف يا طه. وحياة ربنا بدأت أفكر. يعني بدأت تحبني؟ يا بنت بقول لك بدأت أفكر أفكر مش بدأت أحبك. يعني بعقلك. الله ينور عليك. إيه؟ مش مهم. النهارده بعقلك بكره بقلبك. أنت وشطارتك. طيب وهتخلص تفكير ميتة. لما أخلص هقول لك يا صفية. طيب هو أنت بتفكر كيف يعني؟ زي البني آدمين يا بنت. إيه بفكر كيف دي؟ زي البني آدمين أنت بتفكري كيف؟ يعني ممكن قريب ألاقيك جاي تتقدم لي؟ ممكن، مين عالم؟